طبعا اللجنه لجنه اختيار رجل المباراه ادت النهارده رجل المباراه لعلي معلول لاعب النادي الاهلي. تعالوا نروح نشوف زميلنا كريم احمد ولقاء مع علي معلول بعد المباراه. مستمرين معاك من جديد يا كابتن ايمن، كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، فوز مهم جدا الحقيقه لفريق النادي الاهلي على فريق ايضا كبير زي فريق غزل المحله. لكن الحقيقه انا معايا واحد معشوق الجماهير، الانكار الذات الكبير، الروح الكبيره، الحب الكبير جدا اللي بيعشقه فيه جمهور النادي الاهلي، هو مان اوف ذا ماتش النهارده. قيمه كبيره جدا يا علي، مبروك يا علي، مش كتير عليك انت تكون مان اوف ذا ماتش الحقيقه في كل مباراه. لاجتهادك الكبير وتركيزك وخبرتك الكبيره، حب الجمهور الحقيقه حاجه كبيره جدا، مبروك يا علي، لكن لسه القادم افضل ان شاء الله مع فريق النادي. الحمد لله، ان شاء الله الف مبروك لكل النادي الاهلي على الانتصار وعلى 3 نقاط المهمين في مشوار الدوري. كنا نعرف انه خارجين من مقابله كبيره مع الهلال السوداني، كنا مركزين طيله الخمس ايام انه لازمنا نركزوا، خاطر كنا متعودين انه بعد اي مقابله كبيره لازم نعملوا تعثر. لكن الحمد لله مقابله اليوم النادي الاهلي كان حاضر كما يلزم، كان مركز على طول 90 دقيقه، قدرنا انه ننتصر وناخذ 3 نقاط مهمين يخلونا نبعدوا اكثر في ترتيب الدوري. ان شاء الله القادم افضل بالنسبه للنادي الاهلي في الدوري ان شاء الله. مجهود كبير جدا الحقيقه على اللاعبين الدوليين وتحديدا عليك، انتوا راجعين من مباراه صعبه جدا، داخلين في البطوله الافريقيه ومن بعدها بطوله الدوري العام، توزيع الجهد ازاي، الجانب النفسي ازاي، الخبرات الكبيره بتتكلم ازاي، لان لابد يكون في تضحيات كبيره جدا على الفتره اللي جايه. اكيد هذا قدر لاعبين النادي الاهلي انه تتخلص من مرحله، تدخل في مرحله جديده، مع ما فماش وقت انك تتنفس. لكن الحمد لله الخبرات والاجواء الانتصارات تبدا موجوده في الفريق، يخليك نفسيا تبدا مرتاح اكثر وتقدم اداء اكثر. عندنا كل الامكانيات اللي نخلينا نعملوا الاستشفاء بتاعنا في وقت ممتاز، في وقت قياسي. الحمد لله ان شاء الله نكملوا في السكه الانتصارات. قدامنا ان شاء الله مقابله نهائي الكاس بعد 5 ايام، ان شاء الله 5 ايام يكونوا متحفزين، يكونوا نحضرهم في اجواء ممتازه باش ان شاء الله ننتصروا في اللقاء القادم ان شاء الله. اتكلمت انا على النهائي لكن هكلمك على المواجهه القادمه. الرجاء خلاص تم تحديد القرعه، انا عارف ان النادي الاهلي اي فريق النادي الاهلي خلاص هي قدامه، النادي الاهلي عنده هدف وهي البطوله، لكن التحضير هيبقى ازاي على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الخبرات عالي في مباراه اكيد هتبقى صعبه سواء في القاهره او في المكان. اكيد اكيد مقابله مش يكون تحضيرها خاص، خصوصا انه عدينا مرحله المجموعات، عدينا بفترات صعيبه، لكن طول 7 سنين موجود في النادي الاهلي هي نفس الاجواء في دور المجموعات. لكن النادي الاهلي في الادوار الاقصائيه يكون حاضر كما يلزم، يعرف البطوله، يعرف منين ياخذ المقابلات نتاعو. لكن قبل مقابله الرجاء البيضاوي عندنا لقاء مهم اللي هو نهائي الكاس اللي خلينا ان شاء الله ننتصروا فيه، خلينا نحضر لقاء الرجاء البيضاوي في اجواء ممتازه وناخذوا لقب يزيدنا عزيمه ان شاء الله اكثر باش نقدموا اداء ممتاز ان شاء الله. اخيرا علي، مان اوف ذا ماتش دي يمكن القيمه الكبيره للاجتهاد، يعني مان اوف ذا ماتش ما حدش بياخده الا بالجهد وبالعرق وبالاجتهاد، بتمثل لك يمكن هي بتبقى رمزيه لكن اكيد مردودها بيبقى كبير جدا على قيمه كبيره زي علي معلول. اكيد هي جائزه نفسيه وتحفيزيه، لكن انا بالنسبه لي انا انه الفريق الكامل الجائزه هذه للفريق الكل على الاداء الممتاز اللي قدمه اليوم، كانت ال 11 لاعبه وال 14 لاعب اللي شاركوا في المقابله كانوا حاضرين كما يلزم، قدموا اداء ممتاز. الجائزه هذه لهم هم الناس الكل، اهم حاجه انه الجائزه هذه ما تطلعش من لاعبي النادي الاهلي. حبيبي شكرا. مبروك من جديد لكل لاعبي النادي الاهلي، للجهاز الفني علي معلول، علي لطفي، كل لعيبه مستر كولر الحقيقه على تحضيره الاكثر من رائع لهذه المباراه. الصعوبه زي ما بنقول يا كابتن ايمن، بتكسب مباراه كبيره باداء ونتيجه، المباراه القادمه بتكون اصعب، لكن الخبرات الكبيره جدا المتواجده مع فريق النادي الاهلي تقدر تحسم اي مباراه.